Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layatul Barokah. Saya akan membacakan Quran Juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
kana nadhirum mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru wa kila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala hulukin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Wadzu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin mashaa'in binamim. Manna'i lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla 'alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Id aksamu la yasrimunnaha musbihin. Wala yastasnun. Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قد فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil khut idnada wa huwa makdum laula an tadarakahu ni'matun mir rabbihi lanubida bil 'ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin wa iyyakadu alladhina kafaru layuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrul lil 'alamin Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نحل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابعة Inna lama taghal ma'u hamalnakum fil jariyah Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iyah Fa'idha nufikha fis suri nafhatun wahidah Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah Fa yawma idin waqa'atil waqi'ah فَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah Fahuwa fi 'ishatin radiyah Fi jannatin 'aliyah Qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين
Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-mukhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmidin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa ma fil ardi jami'an summa yunjih kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-mutallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min 'adabi rabbihim musfiqun inna 'adaba rabbihim ghayru ma'mun walladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum 'ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun fama lilladhina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulakku yawmahum alladhi yu'adun yawma yahrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun bismillahirrahmanirrahim inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an i'budullah وَاتَّقُوا يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'utuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum athwara alam tara kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواع ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقالوا نور ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا
wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bahsyaw wala rahaqa wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada wa amma al-qasituna fakanu li jahannama hataba wa an law istaqamu ala at-tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih wa man yu'rid an dhikri rabbihi yaslukhu adaban sa'ada wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la rashada قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأكوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبطيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحده وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أحدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه
كتب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن
الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
عينه فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نصرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.